ملك. نتصور اللي بعد الباساج مع لطفي العبدلي صارت كل بوليميك على لبستك وجبدوا لك تصور وانت محجبه وفما اللي قال انه ملاك كانت منقبه كريمه واللي سبب في تنحيك الحجاب نتاعها هو الانفصال عن زوجها وكان زوجها مؤثر عليها بلوتو. البلب زي ذي الكل كيفاش خديتها ولا كيفاش تفاعلت معاها ولا ندمت انك خرجت باللبسه هذيك؟ ما نندم على حتى حاجه عملتها، وهذه حياتي الشخصية وحريتي الشخصية وكها ونقفوني. جاوبت عليه برشا مرات السؤال هذايا وباش نقفوني وجيت بحذية ونقفوني كها ويزيني أحرار في التعبير على رأيهم. يمكن مستنسين بيك ملك فوزي تلبس لبسها هكا، خليني نقول هذا اختيارك انك ذكر، يمكن لو كونسيبت دو ليميسيون انك تلبسها كيكا. شافوا ملك لبستها الاختيار نتاعها اللوك نتاعها تصدموا فيك؟ ليه هو راهو هي راهي قله قليله اميمه باش ما نعموش، معناها قله قليله اللي انتقدت بالطريقه اللي تحكي عليها. كيما قلت لك راه الانسان الناجح كيف باش تلقى باش ينتقد ويلقى لك الدخله منين باش ينتقدك بها، وكيما اللي يحبك ويطلعك الفوق ويقول لك فازي وخلي وراك وتقدم. الناس نحترم رايهم، عبروا على رايهم، مي بارفوا بتاتر جرحوا في شخصك، ربي يهديهم وربي يسامحهم، هذاك شو نقول. وحكايه خليتها ورايا، معناها عمري ما نندم على حاجه وعمري على لا، با دو تو. أوكا مش برش أمور شخصية شوية كتبربيشة صغرونا. فرحانة برشة اللي كنت حاضرة معنا.